كان في انصاف كانت بلدنا تكرمنا، تدينا اوسمه وناشين. احنا اللي عملنا انتعاش في الاقتصاد المصري. مين اللي عمل النقله الحضاريه دي غيرنا؟ تعثرنا شويه، ايه اللي حصل؟ طب والله لو امريكا حكمتنا يبقى احسن، مش دول كفار؟ لكن على الاقل فيهم ناس بتفهم نقدر نتكلم معاها. يا حبيبي لو الاخوان مسكوها ده يبقى احسن، على الاقل دول ناس واضحين وفاهمين. اي بيزنس مان في العالم يعتبر ثروه قوميه، محدش يقدر يجي جنبه. لكن لو عندنا، لو واحد تعثر ما يصدقوا يقلبوا الدنيا على دماغه. يا عاصم بيه احنا مش جايين نتكلم في السياسه، احنا جايين ناخد فلوس هنداوي بيه من سيادتك. ما احنا اتفقنا على جدوله المديونيه، ولا ايه يا محسن بيه؟ ما احنا مجدولين المديونيه 3 مرات قبل كده، وجايين في ميعادنا حسب الاتفاق. يا دكتور انا مش ممتنع عن السداد، انا متعثر. وانت انسى ال 100 مليون بتوعك. امال احنا هربانين وعايشين في لندن ليه؟ عشان متعثرين. وانت كمان مسيرك تتعثر وتهرب وتيجي تقعد معانا هنا في لندن. لندن يعني اقدر اسجنك. أحسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنية بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ شوف يا محسن ايه حكايه الفلوس دي، حكايه مهمه جدا. يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا محسن ايه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي جوجي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مرة وتشال. تشال ايه؟ اسمه كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طب أنا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا أعمل لها شريط، نجح. نعمل لها التاني. عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود شويه يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه ايه؟ في مصيبة بره.
مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش شيء دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين ومنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شوية، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا بص ديش. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجيسترينج بحياتك. جيسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجيسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو عارف فيه بتاع في حته حمره كده. ايوه هو ده. هو ده الجيسترينج. ايوه هو ده الجيسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. خلص على الباشا. اتفضل اتفضل. سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وديكوا اتحفظ على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لا، لكن الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم. إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة أهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعه مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني شويه شغل كده. يلا يلا. ايوه شويه شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي. شوف النار كمان شويه صار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده.
ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله السحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. كيوي مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تجس فورا يا فندم، تجس فورا بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوه يا فندم. بطلع لك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. ها؟ أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت. يلا انت اهو من هنا. مين دول يا أبو حسن؟ مش عارف. إحنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الأرض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انا بعت لك. في ايه؟ هات السكينه. انت عايز ايه؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم اشعه. اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني انت كبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. مالك؟ لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. طلب ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره المقطوعه بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر.
نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حاب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه. مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي حمداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح الملاهي ده. ثلاثه بالله العظيم يا راجعه، من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر، ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدروا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم؟ بوبوس. نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ كل حاجة طلعت يا ثروت! بيتنا انحرم! خسرنا كل حاجة! بنك منهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! طب يا ثروت أجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلحدار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بره وبره 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 وب
ساعد ما فيش الفلوس وفي البورصة هو على الحل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت الفتح الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه؟ افتكرني امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. او ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. اه مو هاشري بس حبيت جس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, تفضل. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاك. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوكي؟ ماشي. على فكره لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى حني عليه شويه. ما يصحيش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كلية ديامون يجنن يجنن سينيب الجاغي. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا. يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا بطه ودلع يا يقول انا اتغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ يا دي نانسي عجرم حضرتك. في عزا؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعه بسرعه. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقول لك ايه؟ على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ ارفار يا جماعه فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. Thank you.
أنا مهجة النشر حرم المرحوم عطية أبو سري. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجي على آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص ميرسي. ما تجمديش قوي كده يعني هو كان لغايه كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكانه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بليه طاطا. والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه. طاطا اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه يعني انا محسن. قولي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح طاطا جيت جيت فواح اللي انت بنتك فواح يا حبيبي يا هاشم. قهوه والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا. انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقه ب100 جنيه ومضيت لي عليها. انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو. عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عزم من عطيه. أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن ميرسي أوي. لا 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 أنا عايزك تبقي مؤمنة كده. لازم تكوني مؤمنة. لا 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 أنت بتعذبيني. كده أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مش هبارة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيرة في عزة؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه كان جدع وصاحب صاحبه. والله عمره ما كان مليم على حد. عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابل من اسبوع في الجيم كان طاير من على الارض طير. والله زي الفراشه كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده. ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار اورفار يا روحي. اورفار مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي ميرسي. بونويا بوني. رافض عينيا يا باشا. هات لنا بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا. سنه ميت وتجي لي الجيم. نعم عاوز
تعالي اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمة على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت. اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وانا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالي اقعدي اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. انا محسن هنداوي صاحب هنداوي جروب، اول واكبر مجموعه اقتصاديه في الشرق الاوسط. شوية زيتون بقى باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزة أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. آه طب والفلوس؟ فلوس إيه؟ 7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضه ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي. واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوي. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا اللي لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ قلنا بس سعاده الباشا الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي. وكنا واخدين البيت ده الشركة عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحة ولا حد انت عامل ميحة، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت اللي مش عايز تراعي ان انا ست وعايشة لوحدها وارملة. ارملة؟ ارملة يا عيني. ارملة ولابسة فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعة زي البنور. هو انتوا كده رجالة تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما نمديك اي حاجة. ايه رأيك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فكر انك انت استفرقت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا لا لا
تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس، ها؟ ايوه. بس اسمع، لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا. وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص رأفت يا باشا، اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا، عنك انت. ايوه عارف. رجل الاعمال لما يجيله فرصه لازم يتبت فيها، يمسك فيها جامد، ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. لابسها قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام ايه؟ ها؟ اتفضل. لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهره الشريفه يا استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي رجل في حياتها. وأنا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت ال... لا أرجوك ما تقولهاش. بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك إيه يا مدام؟ ده إحنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاش. بليز يا لطفي ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم. هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رأفت، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه؟ إنما أنت ليه يا رأفت ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه
يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد أسبوع من الشهر وبقيت الشهر ناكل عيش حاف، ده لولا إيناه، يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. يعني أبوه وأمه موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ أكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدولة هي اللي مش عايزة؟ أيوة يا باشا. مين بالظبط في الدولة اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. متوديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني وقال سيادتك. مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني اللي تهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد. بس عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت، مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله بتصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس، ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصينا على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جوائز. ها
هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انت بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. يا ساتر. وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايه يا راجل؟ اسمعيني بقى يا بنتي، انتي مش فاهمة ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبة وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكرة كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسطة اصلا متأخرة ولازم تطلبي النهاردة. شوية فول بقى يا باشا، عمولة مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بلد كده. وبعين يعني كما تعلمنا من حضرتك على دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى، لكن عارف ده لا. يلا رافض مالك. انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك شوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني بتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده، انت الاحمرية، انت مالك، انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك يا روح امك، احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا امشي من هنا، برا. بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادة دي؟ ايه لعبة؟ لا هادي بقى، دي حد ريحتها معفنه ومنتنه. ايه الهدوم دي؟ قلع ده كمان؟ ايه لا؟
لحتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم؟ الف رحمه ونور تنزل عليه. ايه على البوكسر ده؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا حاجبه بقى. هتقلع الكرافته وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذرة سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانية. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. عطيه مات وسابني على الحديده، عليه شيكات وديون لناس كتيره جدا، كل يوم والتاني واحد ينط لي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي، الراجل ده عنده شيكات ممضية بسبعة مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في أي وقت. وبعدين اكتشفت إن نص الفيلا اللي أنا قاعدة فيها مكتوبة باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقة لطفي، وأكيد هيتصرف، أكيد هيقف جنبك. وأنا ملحقتش بقى. كلميه. جاي؟ طبعا جاي يا قوية. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنباية حمراء؟ ها؟ وانا اخد عنباية صفر. رايك؟ ايه؟ برضه يعملوا حاجة الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وانا اخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي. ها؟ مش عايز قلب الدماغ وحياتك. حبته هنا ولا إيه؟ ماشي. بقول لك إيه، خد دي إديها هدايا لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدين. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجري فوق، واللي يجري الاول يقول التاني انا جردت. ها؟
مش هقوم دلوقتي شوية. آسف يا باشا، العربيات كلها محجوزة عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجه. تعرف يا باشمهندس فتحيه اللي قاعده جنبك دي جوزها مفتري؟ دي لا، دي ايه؟ دي عمرها الافتراضي خلص. لا، اللي جنبها، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقه موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانه، ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني. لا، وترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ ايه؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير، تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هنا في امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا أي حاجة. ولو غرقت يا سيدي أديك هتبتاع مني وتشيل حملي من على كتافك، تبقى صرفت على ستة بس. اه، موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت بره ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فهمتوا ثانية. لا، فلتوا ثانية. دي بتاعت الرجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اكتف هنا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. هلا، ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها؟ جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت؟ مين معاك بطاقه؟ هلا؟ لا، انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها، يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها، حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفت، تهاني عايزه كل حاجه مظبوط. عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجب. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم، انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيته يقول له انت رايح فين؟ تيجي الدنيا بتنطط في وشك، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي. كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض، تهاني يلا طلعوا بره. محسن، ده ايه المفاجاه الحلوه دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا لا لا، معقولة؟ ده انا ما
عم ده عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات. جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره رخرة. وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام، اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل. انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجه دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه مليار ومئتين ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم ست شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع؟ ما هو كل ده عايز نرضي التكه، فانا بنكه التيتا توتا تيتا تاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي، وتغور في 60 داهيه. ارفع قضيه السب والقذف. شوف، بتقول له غور في 60 داهيه، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه، ويا دار ما دخلك شر. Thank you.
من حميد الانفوشي ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشوية اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هاني من النشار، دي فرصة سهية. اهلا وسهلا. اهو في العطسة دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيرة. اهلا مدام فنكوشي. اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص الواحده زي دي؟ ايه تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا. اتفضلي اتفضلي يا هما، وبعد ما تتفرجوا على القصر. على فكره انا بحب الانفوش جدا، لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوش. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي اوضه اوضه، ايش حالة ما كنتش هتجوز في اوضه؟ دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكو. وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومولد السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولد السرير. وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع رقفه تدفع رقفه. هو في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيده؟ وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنياته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة. لا إله إلا الله. أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلتي باب الفيلا، عارفة؟ وأنت بتاخدي حقنة الأنسولين حسيت إن السكر بيتدلدق من شفايفك. ولا وأنت بتاخدي دواء الضغط، ضغط أنا اللي علي إحساسا بيكي. ولا دواء الحموضة وأنت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفوق. محسن بيه، إيه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة؟ مهجة مين؟ مهجة مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر، عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك، النص اللي يخصني هنعمل فيه اللي انا عايزه. وبعدين انا مش هبيع بقى، عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي، مش كده؟ قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها اتش ام اي اي جروب.
عملتم دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفنار وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت حري كميل امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباوند، انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهيت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين مرميه جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكره نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفاية بقى، كفاية قوي لحد كده. زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا، نشفتوها يا باشا، وصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي احنا فيه يا باشا. مية جنيه اللي أنت مضيل عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها. هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطا؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ ف...
فين الرخص والورق يلا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما حدش يبقى ايده على التوك توك. لا من ايده عليها صيح ده يا أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. واخد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعًا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موة؟ موة الكابوريا المخلية دي بقى مزاجة عندي عطت، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامع. فتفتيها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاعي نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا ولية شرشوحه. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا عطيات. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا رقبتي تقطعت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. انا يا عبد الحميد استنى بس، هو في شغل ما فيش طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سيادة اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجة؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هما كمان؟ لا انا سبت الاموال العامة من الحركة اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا يلا. ابو زينب، ابو سيرك لك تسعد. لو رفض ما طلعش انا مش هسرح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند بوجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه.
هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجة النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استدي اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. يعني قال دول الظروف صعب والليلة جميلة وبتجوزوا بره. مسا الحلاوة. مسا حلاوة. مسا حلاوة. سيادتك لا مؤاخذة مش عايز سواق. هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك أنا عندي تاكس. طب عندك تاكس وعايز تشتغل عندي ليه؟ لإقساط حرائق يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، أنت متعسر أنت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. مسيا الجاب. مسيا الجواب يا اخويا. مسيا محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض ونعم الترباح. الحلو واقف جواباش، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو جو يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط في الشاشه عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابه. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوس معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت حسد بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا نبي. مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شكل منصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، أكلونا لحم ورمونا عرض. سبع عيال، سبع عيال أمهم بقرفهم
أكلهم وشربهم ومدارسهم حقيقين في رهاب تلاش يوم يجي الجدع الاسم محسن هنداوي شردني أنا وانت أنا عيالي علي الطلاق بالتلاتة نجيب ومطرح مكان أول ما أشوفه بالإساسة دي أخسرهم ودماغه هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن والله لو كان في بطن الحوت نجيبه طب استأذن أنا تمشي ليه يا باشا؟ أنت بتعصب ليه؟ أنا آسف يا باشا آسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفة نتعرف بسعادتك أنا مؤنس الشنكحاوي مصلح الزعبلاوي الزعبلاوي؟ أحسن ناس أنت ابن مين في الزعبلة؟ أنت تعرف الزعبلة كلهم واحد واحد أمال دول حبايبي أنا ابن يعني عارف تعرف عنتر الزعبلاوي؟ أمال ده مربيني أهو ده عمتي إيه؟ عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي مع عمتي من الزعبلة برضو عنتر وزعبلة يلا بينا لا يومك سواب تعرفش مكان محسن هنداوي أول ما هشوفه هعرف هو فين حاجة أقول لك على طول يا رافض والنبي ما انت ماشي نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرف له وحضر فرح النهارده اهو الجو هادي الظاهر انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي ها صباح الخير انا بقول برضو ما صحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي اتفضل اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا الدواي لما اقصد انا يا باشا ما عرفتكش بالعيله ده الحاج شبانه ابويا اهلا الحاج والحاجه طبعا اهلا الحاج ودي اختي أهلا وده جوز أختي ده جوز أختك؟ شبه كابوريا حضرتك والبنت دي بنت أختي والواد ده بقى أشرف أخوها الصغير أخوك؟ يا حاج ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم مدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله يلا يا حاج يلا أولاد يلا أولاد يلا ايه هتفضل واقف كده على طول اتفضل اتفضل يلا بدرية وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هشوف مصلحتك؟ ماشي يلا قول وبقول لك ايه؟ ها؟ عارف لو يلا واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجة غلط احنا مش مخطوبين لبعض يا مؤاخذة يا محسن بيه اصل مش جاي لي نوم لا السهر وحش علشانك خش نام يا حاج الفكرة يا محسن بيه أصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر قوم الشهر ده ما ادونيش العلاوة معلش خد يا عم شبانة تعال ملوش لزوم يا بيه ازاي بقى اسمع تعال خد الحبايه الزرقاء ايوه الحبايه الزرقاء
ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خلينا نروق. الراجل قرقش كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز الصاير. عايز ايه؟ صاير. انت هتتصير علينا؟ روح اتصير في الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي يلا. التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاه شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجاه تعثرت. تعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مره امسك ايديها. هو انت طول التسع سنين خطوبه ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع، انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني تسع سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما بعملش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مستلوح ليه كده؟ ده خليه في المود، ضحكه مايسه. حركه صايعه. الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟
حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده. طب هايفه وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع انا هخش انا وموجه في الاوضه وانت حتى هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموالده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. يا ليله سودة. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر. يلا يلا يلا. تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك تهاني. بصي بصي يا حبيبتي. انت كلي كلي انت كلي اللي هو انتوا الاثنين. هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده. انت خد بالك انت كلي انت كلي ري ري تيجي تيجي. تعمل ايه؟ سخنه سخنه قوي. ها كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها لسه يعني. ها ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه الروبة. ها وقت يا جناوي عندك على ايدي. تعالى ايه ده؟ انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ شرف يا جناوي مش عزيمك يا جناوي مش عزيمك يا الداوي. اقسم بالله ما عزيمك يا الداوي. بتتعامل بالحكومه خليها تنفعك. اوعى مش عزيمك يا الداوي. خلاص يا ولي خلاص يا ولي يا كفايه كده قوي. احنا كنا فين ده كده وضع قوي. عايزك تسمعي المنطقه ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا الداوي. ماشي يا محسن يا الداوي. مساء الفل. مفيش فل مفيش فل. مش هسيبك مش هسيبك يا محسن يا الداوي. خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ أقعد. أولاً أحب أبشرك بإن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلينا بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. ده تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي.
احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي الماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما اتأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجة النشار وانه تقدم لها وكانت موافقة. لغاية ما ظهرت انت بقى. انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقه اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقة بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. سايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجة، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصل لك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة. الدوله لسه نايمه ما صحيتش، خليني اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. انا رايح لندن. هاجي معاك بس وانا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرفة النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن،
مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك يا سيدي؟ الطلبات جاهزه، ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف ايه المانع عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله، انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن سجناء الراي. مين سجناء الراي؟ هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام، من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت فهمت. هو بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها ظهر انها تسويه شامله. كان لازم الدوله تعمل كده، كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيه في السكاتس. هو هنا اجتماع اللجنه؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا هنا موقف احمد حلمي. اه اتفضل. امال موج هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير، نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. آه الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة باسم ابني. باسم بوبس.